شارك أكثر من 2700 لاعب ولاعبة في بطولة الجمهورية لألعاب القوى لعام 2019 تحت سن 19 عاماً، والتي تتضمن رياضات الوثب والرمي والجري. المزيد في سياق التقرير التالي. ثلاثة الأوائل في الوثب الثلاثي. لحظات فرح، لحظات انهزام، لحظات تحد وأخرى أمل، مشاعر يمر بها لاعب بطولة الجمهورية لألعاب القوى لعام 2019 تحت سن 16 عاما والمقامة بالمركز الأولمبي بالمعادي، والتي تتضمن رياضات الوثب والرمي والجري. أنا سعيد أني أخذت المركز الأول عشان ده كان حلم بالنسبة لي، اتمرنت كتير عليه وكنت يعني كانت أغلب الشهور كنت أتمرن وما كانش فيه غير أجازة، كان حد وخميس على ما أعتقد. تضم هذه البطولة هذا العام أكثر من 2700 لاعب ولاعبة يمثلون نحو 127 ناد وهيئة ومركز شباب، يسعون لاقتناص المراكز الأولى في هذه البطولة بعد تدريبات شاقة على مدى الشهور الماضية. طبعا الحمد لله شعور حلو، لأني فرحت أهلي ومدربيني وكابتن تامر تعب معايا جدا شهرين تمرين وصلني تحت رقم مصر الحمد لله. يعني كنت بتمرن 3 ساعات في اليوم، كنت بتعب جدا في التمرين وما كنتش بخلي ولا تمرين يعني الحمد لله، ويعني كنت كل يوم تمرين يعني ما بقطعش ولا يوم يعني الحمد لله. وتحتل مصر مركزا متميزا في ألعاب القوى، حيث حصد المنتخب 17 ميدالية في ختام البطولة العربية السابعة لألعاب القوى للناشئين. هذه البطولة هي الخطوة الأولى للانضمام لمنتخب مصر لألعاب القوى، والذين سيمثلون مصر في بطولات الناشئين العربية والأفريقية والدولية المقامة خلال الفترة المقبلة. شيرين مجدي، إكسترا نيوز.